مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. اليوم حنعمل مع بعض العوامة لقمة القاضي. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. ماء 1 كوب 200 ملي أو 200 غرام، ربع كوب سميد 50 غرام، 1 كوب دقيق 150 غرام، ملعقة صغيرة فانيلا 5 غرام، ملعقة صغيرة خميرة جافة خميرة الخبز 5 غرام، نص معلقة ملح 2 إلى 3 غرام أو رشة خفيفة، ملعقة صغيرة سكر 8 غرام، ملعقة كبيرة نشا الذرة 15 غرام. خلط المكونات جيد حتى تنسجم، واللي ما عنده خلاط كهربائي ممكن يعجن يدوي. اخلط العجنة جيد، من ثم اتركها ترتاح تقريبا من نص ساعة إلى ساعة. مثل ما انتم شايفين كيف العجنة لزجة. اللي ما عنده خلاط ممكن يدوي يخلطها، لكن خلط جيد. اتركها ترتاح نفس الشيء نص ساعة إلى ساعة. تحضير الشيرة القطر. ماء 250 غرام، سكر 500 غرام. الماء 250 غرام تقريبا كوب وربع، والسكر تقريبا 2 كوب ونص. نوضع قطعة ليمون، اتركها تغلي تقريبا 8 دقائق، هيك بتكون جاهزة. ممكن احنا طبعا بعد ما ترتاح العجنة نخلطها قليل من ثم القلي. ممكن نستخدم كيس نايلون، ممكن نستخدم القمع تبع الحلويات، ممكن نستخدم يدوي بالمعلقة. مثل ما انتو شايفين هذا أي كيس نايلون متوفر عندكو. يعني ممكن نستخدم أي شيء. نوضع المقص للزيت ومنقلي كل الكمية، أو نستخدم القمع نفس الشيء، بنوضع المقص في الزيت ونستخدم القمع تبع الحلويات. وأنا استخدمت يدوي. نوضع المعلقة قليل من الماء كل مرة أو مرتين أو ثلاثة حسب. نوضع المعلقة بالماء ومن ثم بالزيت، ولكن يفضل استخدام الزيت بدل الماء من شان ما يطرشك. ممكن استخدام الزيت بدل الماء للمعلقة. نقلب العوامة جيد، تقليب باستمرار، والحرارة تكون تقريبا فوق المتوسطة. مثل ما انتم شايفين هي كتير كتير روعة وهشة،
وإذا أنتو حابين تضاعفوا الكمية ممكن تضاعفوا الكمية حسب. الشيرة عندي، العسل عندي في لون لأنه استخدمته لبعض الحلويات، استخدمته عمل معي لون العسل، لكن ما يهمكم. نوضع بالعسل تقريبا 5 دقائق إلى 10 دقائق أو حسب أنتو كيف حابينها حلوة. كل ما طولت كل ما شربت عسل أكتر، فأنتو كيف حابينها ممكن تضعوا بالعسل المدة اللي أنتو شايفينه مناسبة. وهذا تقريبا كل شيء. صحة وألف عافية. مثل ما أنتو سامعين هي كرانشي وهشة كتير، من الداخل فارغة، كتير كتير روعة. جربوها إن شاء الله بتعجبكم. استخدموا الكمية اللي أنتو حابينها، ممكن تضاعفوا الكمية ممكن حسب ما أنتو عاوزين. وانتظرونا بوصفات كتير جديدة إن شاء الله في رمضان، كل يوم في وصفة أو وصفتين. وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.